صباح الخير مشاهدي الكرام، أينما كنتم تتابعوننا وأهلا ومرحبا بكم إلى جلسة الأعمال وحلقة جديدة وقصص اقتصادية قطرية وعربية وعالمية نصحبكم فيها حتى 11 بتوقيت الدوحة. في قصتنا الأولى تنطلق اليوم فعاليات معرض ابن بيتك 2024 في نسخته الخامسة بالتزامن مع إقامة فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني، وتعرض نسخة هذا العام من المعرض أحدث ما تم التوصل إليه في عالم بناء المنازل المبتكرة والمتطورة، فضلا عن استضافة أهم الخبراء والاستشاريين في هذا القطاع. من المقرر أن تستمر فعاليات المعرض على مدار 4 أيام مستهدفة دفع عجلة النمو في قطاع البناء من خلال تسهيل سبل الحوار ودعم الابتكار وتمكين الشركات من تعزيز إمكانية وصولها إلى بناء المنازل والمساهمة بشكل هادف في النهضة العمرانية في دولة قطر. واليوم سنرصد وإياكم افتتاح المعرض وسنأخذكم في جولة موسعة فيه والزميلة رانيا خنفر. في قصتنا الثانية وقعت كل من قطر للطاقة وشركة أكسون موبيل اتفاقية تستحوذ قطر للطاقة بموجبها على حصة تبلغ 40% في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية، بموجب بنود الاتفاقية التي ستخضع للموافقات الحكومية الرسمية المعتادة ستحصل قطر للطاقة على حصة تبلغ 40% من اتفاقية الامتياز لمنطقتي القاهرة ومصري البحريتين، بينما ستحصل أكسون موبيل المشغل على الحصة المتبقية والبالغة 60%. ونبحث اليوم في أهمية هذه المنطقة البحرية وما ستشكله من توسع لقطر للطاقة في القارة الإفريقية. أما في قصتنا الثالثة تستمر فعاليات منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا التأمين 24، والذي يعقد تحت شعار تأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع التأمين بمشاركة أكثر من 100 متحدث و500 مشارك، بما في ذلك شركات التأمين الرائدة والشركات الناشئة والمستثمرين والمنظمين والخبراء. يناقش المنتدى أحدث الابتكارات والاتجاهات في مجال تكنولوجيا التأمين مثل الذكاء الاصطناعي والتأمين المصرفي، وكذلك فرص وتحديات تكنولوجيا التأمين. في جلسة الأعمال سيكون لنا نافذة مباشرة من المنتدى والزميلة نادين البيطار لاستبيان تفاصيله. أما في موضوعنا الرابع سنذهب بكم إلى جامعة قطر، حيث تم اليوم إطلاق تحالف بين جامعة قطر وخمس جامعات إفريقية بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية وجمعية الاعتماد الأكاديمي تحت مسمى تحالف كليات إدارة الأعمال بالجامعات في إفريقيا. ويعقب إطلاق التحالف توقيع اتفاقيات بين الجامعات وتنظيم دورتين تدريبيتين على مدار يومين تشرف عليهما جمعية الاعتماد الأكاديمي. وسنكون معكم مباشرة من الجامعة للإطلاع على تفاصيل الاتفاقية. وفي قصتنا الخامسة إلى البورصة القطرية سنذهب وإياكم ومتابعة للمؤشرات وأسعار الأسهم، ومن ثم نأخذكم في جولة لمتابعة الأسواق العالمية والعربية. مشاهدي الكرام، هذه المواضيع نبحثها مع ضيوفنا إن شاء الله في جلسة الأعمال بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. تنطلق مشاهدي الكرام اليوم فعاليات معرض ابن بيتك 2024 في نسخته الخامسة بالتزامن مع إقامة فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني،
وتعرض نسخة هذا العام من المعرض أحدث ما تم التوصل إليه في عالم بناء المنازل المبتكرة والمتطورة، فضلاً عن استضافة أهم الخبراء والاستشاريين في هذا القطاع. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض على مدار 4 أيام، مستهدفة دفع عجلة النمو في قطاع البناء من خلال تسهيل سبل الحوار ودعم الابتكار وتمكين الشركات من تعزيز إمكانية وصولها إلى بناء المنازل والمساهمة بشكل هادف في النهضة العمرانية في دولة قطر. للمزيد من التفاصيل حول معرض ابني بيتك نستضيف معنا السيد يوسف حمد السويدي، الخبير والوسيط العقاري المعتمد. صباح الخير صباح يوسف. برأيك أهمية هكذا معارض مثل ابني بيتك والتي تجمع كافة التخصصات المتعلقة بالبناء والمقاولات والتشطيبات تحت سقف واحد؟ هاي المعارض تركز تهدف خاصة معرض ابني بيتك، تستهدف المواطنين القطريين في بناء بيوتهم اللي هو بيت العمر وأي بيوت ثانية خاصة. فهاي المعارض توفر لهم بدل ما ياخذ له يدور ويدور على المحلات المقاولات أيا كان نوعها وشركات المقاولات والديكورات الداخلية والتشطيبات، جمع هذا المعرض كل هالشركات سواء شركات مقاولات، مكاتب استشارية، الديكورات الداخلية، التشطيبات، كل هالشركات جمعتها في مكان واحد، فسهل على اللي يبني بيته سهلنا يحصل كل هالأشياء في مكان واحد. كذلك سهلت له أن يتعرف على أحدث الأنظمة وأحدث التقنيات في البناء، فيساعده كثير حتى في معرفة يكون عنده تنوع في الاختيار، يكون عنده في يختار كيف طريقة بناء البيت المناسبة. سهل له كذلك توفر استشاريين يفيدونه حتى في أي معلومة يستفيد منها في بناء البيت، سواء كان في البناء البيت نفسه أو سواء في أي يعني في تخطيط البيت، في عمل خرائط البيت، في تنفيذ أعمال المقاولة، كلها هاي ساعدته في هالشيء. كذلك هالمعارض هذه تفتح لنا آفاق إيش الأنسب من ناحية المساحات في البيت، إيش الأنسب كيف يستغلها استغلال مناسب. فهاي المعارض تفيده كذلك. حتى هناك في منصة للتواصل مع أصحاب القرار، الوزارات المهمة سواء وزارة البلدية في ترخيص البناء، سواء في كهرباء، في معرفة كيفية ضغط البيت، الكهرباء، تخطيط الكهرباء، تخطيط المياه داخل البيت، كذلك في التمويل سواء تمويل بنك التنمية بالنسبة لكبار الموظفين. فكل هذه كلها موجودة ومساهمة في المعرض هذا، فسهلت للمواطنين أن يكون تحت سقف واحد يحصلون كل يستفيدون كثير في موضوع بناء البيت. سيد يوسف، هي أيضا فرصة لربما وأنت مطلع على النسخ السابقة من المعرض، فرصة للتنافس. هل هناك تنافس من ناحية الأسعار المقدمة في عمليات التشطيب على سبيل المثال، أم أنه ثابتة الأسعار كما هي في السوق موجودة في المعرض؟ لا طبعا، هاي المعارض فرصة حق الشركات، أصحاب الشركات أن يتسابقون في جذب العملاء، فدائما تحصل في هاي المعارض فرص للعروض والتخفيضات في الأسعار على أساس جذب المستهلك، جذب الفئة المستهدفة اللي هي فئة اللي بنون بيتهم المواطنين. فتحصل دائما في هاي المعارض، وخاصة النسخة هذه ما شاء الله يعني أكبر من النسخة اللي طافت،
ودخلت فيها شركات وطنية أكثر من عدد السنة اللي طافت، ففي تنوع كبير وفي تسهيلات في العروض وحتى تسهيلات في الدفعات المقدمة، فصار أن يعني وايد وايد المواطن بيساهم وفي تنافس بين الشركات في الأسعار المقدمة في تنفيذ أعمالهم بشكل عام وتقديم منتجاتهم بشكل عام في المعرض. بالنظر إلى قطاع البناء والتشييد هنا في قطر، كيف يعني تطور هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، خاصة من ناحية المواصفات، من ناحية الاشتراطات الخاصة به؟ أول شيء إحنا نلقي نظرة عن تطوير الأراضي، تطوير الأراضي لكبار موظف للمواطنين بشكل عام، نلاحظ خمس سنوات اللي فاتت تقريبا يمكن حول 23,000 تم تطوير قطعة أرض، الحين خلال الخمس سنين الجاية بإذن الله بتكون حول يمكن 46,000 أو 47,000 قطعة حسب مصدر أشغال، فهاي معناته أن ما شاء الله يعني في اهتمام كبير في القطاع هذا من الدولة، وفي وتحقيق رؤية قطر الوطنية اللي هي 2030 بالنسبة لرفاه المواطن وبالنسبة لتحقيق احتياجات المواطن. أما بالنسبة لقطاع التشييد في البلد، فيعني يمكن القطاع اللي هو يعني ما تأثر كثير في السوق العقاري اللي هو قطاع التشييد الفلل، ما تأثر كثير نهائي في هذا سؤالي القادم، انه يعني كما تعلم جانب كبير من الانشاءات في قطر يتركز تحديدا في بناء الفلل السكنية، أهمية هذا النوع من المقاولات وأبرز ما يميزه الفلل السكنية؟ طبعا هاي أهميتها انه تكون تحقق مثلا مثل ما قلت تحقق فائدة حق المواطن، انه يحقق انه يبني بيته اللي هو يحتاجه، كذلك في تحقيق اكتفاء ذاتي بالنسبة لموضوع المقاولات، كذلك من ضمن الأشياء المهمة الفائدة المهمة الشركات هنا يكون حجم العمل يكون فيها كبير، فيأثر كثير على رفع الاقتصاد في قطر. كذلك من ناحية القطاع هذا وأهميته، ومن ناحية الاشتراطات نلاحظ أن فيها في مواصفات قياسية، يعني كان قبل لما نقارن السنين اللي يعني 10 سنين اللي طافت نلاحظ كانت مواصفات البناء في قطر بسيطة وكانت فيها يعني ما كانت فيها فنيات كثيرة، لكن الحين لاحظ مع مرور هالسنين هذه أن تم وضع مواصفات خاصة في تشييد البناء تماثل المواصفات العالمية وقريب المواصفات العالمية في البناء، فهذا اللي خلى أن حتى عمر البناء في قطر يزيد، عمر البناء يزيد، بدل ما كان تقريبا كان عمر البناء متوسط فيه كان 20-30 سنة، حين صار زاد عمر البناء متوسط عمر البناء في قطر بسبب هذه المواصفات الجديدة. كذلك من ضمن الأشياء أنه صار في حتى إحنا في هالمبنى ندعو أنه يكون تصنيف حق شركات المقاولات، يعني شركات المقاولات موجودة ما شاء الله في البلد كثيرة، فتسهيل على المواطن أو على المستثمر في أن اختيار الشركة المقاولات المناسبة لما يكون مثلا جهة تتولى تصنيف شركات المقاولات على أساس وتحدد لها على حسب إمكانياته وقدراته، يعني مثلا شركة مقاولات مثلا عندها عدد عمالة وعدد فني محدد، عندها آلات ومعدات، عندها مهندسين، عندها عدد، فهني لما يكون في تصنيف فهاي بعد كذلك بيساعد كثير في نجاح قطاع التشييد. هذا موجود؟ موجود لكن مش موجود بشكل كبير، يعني نتمنى يكون في تصنيف كثير ونشره حق المستثمرين بشكل عام في قطر سواء اصحاب الملاك صحيح، وهذا يمكن ايضا المعرض
يعني بما يقدم من 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 مشاركات، لربما ايضا هو تعريفي بهذه الشركات المصنفة فعليا، بعيدا عن تلك الشركات التي تورط العديد من يعني من يريد بناء منزل معهم، وانت تعلم حجم القضايا المرفوعة اليوم نتيجة عدم التزامهم بجداول البناء وحتى بالمواصفات المطلوبة في العقود المبرمة مسبقا. إيه صحيح كلامك، إن في شركات للأسف يعني هني إحنا حتى يعني هاي فائدة المعرض هذا، لما أنا كمواطن أذهب عندي فيلا بأبنيها، لما أنا أعرف كيف أتعامل مع المقاول، لما يكون أجلس مع الاستشاري أو شركة الاستشارات الهندسية، فلما أجلس معه وأتكلم معه أو أراجع شركة المقاولات، أتعرف على يعني خلينا نقول في جدول المهام المنجزة، جدول أعمال البناء، فلما أتعرف كمالك وأبني الفيلا، أتعرف وتابع المقاول على كل مرحلة أشوف متى إنجازها، لأن المشكلة أن ما في تثقيف من هالجانب هذا. فلما نجلس مع شركات مقاولات نعرف حجم العمل، نعرف السيرة الذاتية مالتها، نعرف كذلك لما العقد العمل إذا ما كنا مفاهمين فيه نروح حق استشاري انه يفيدنا في النقاط كلها، نتابع المقاول من المرحله الاولى، من المرحله الاولى للعمل اللي هي مرحله فونديشن لمرحله الحفر، لما نتابع من مرحله الحفر كم مده الانجاز، متى التاريخ المتوقع للانجاز نشوفه، لان احنا بعضهم للاسف يركز على نهايه المده، لما يوقع عقد المقاوله يكون مثلا مده الانجاز 8 شهور او 6 شهور، واحنا نجلس ننتظر المقاول الى ما بعد 8 أو 6 شهور، ونتفاجئ انه يمكن واصل لين المرحله الرابعه من المرحله العاشره، يعني عنده 6 مراحل ما تم انجازها خلال المده المطلوبه لانجاز المراحل كلها. فهني تصير الاشكاليه، وهني تصير وكذلك لما يكون مثلا عدم معرفتنا والمامنا بمتابعه مراحل العمل، فهاي نقطة رئيسية لابد نتم تثقيف فيها وننتبه لها كمواطن مقبل على بناء بيتك، لابد تنتبه حق هذه النقاط هذه كلها، وهذه كذلك تقدر تستفيد منها في المعرض، لما تحضر المعرض وتشوف سواء الجهات المشاركة هناك ممكن تساعد كثير في تثقيف المواطن من الجانب هذا. اليوم في ظل الظروف التي يعيشها قطاع التشييد والمقاولات بشكل عام من انخفاض في الطلب بشكل واضح، السوق العقاري اليوم كما تتابع يعني انخفاضات نشهدها وحالة من شبه الركود دعنا نقول، هل يجب أن يتزامن هذا مع عروض لربما ينتظرها أي مواطن اليوم يريد بناء منزل، أن يجد عروض تواكب الحالة التي يعيشها السوق وليس أسعارا مرتفعة، ويجب أن يوضع هذا في أجندة هذا المعرض؟ صحيح، الحين الدولة ما قصرت في الجانب، دعمت خلينا نقول المواد الأساسية للبناء، دعمت الإسمنت، دعمت الحديد، دعمت فكان في هذا الدعم المواد الأساسية، هاي ساعد في استقرار وخفاض أسعار المواد الأساسية، كذلك شجعت كثير من مصانع لا موجودة، لما تلاحظ أن المواد البناء اللي موجودة في قطر مواصفات قطرية والمنتج القطري زاد بنسبة كبيرة، يعني تكاد نقول المواد البناء تقريبا خلينا نقول غطيها فوق 70% موجود في منتجات قطرية موجودة فيها، فهاي ساعد كثير في تخفيض الأسعار، ساعد كثير في تخفيض الأسعار، بدل ما كنا نستورد كنا نعتمد بشكل كبير على منتجات البناء الخارجية، الحين صارت موجودة المنتجات عندنا وبوفرة وبتنوع، فهاي التنوع الموجود هاي ساعد كثير في استقرار وانخفاض أسعار مواد البناء بشكل عام، فهاي اللي شجع المواطنين أنه يستعجلون حتى في بناء البيوت، يستأجرون كذلك، لما تزيد حجم أعمال التشييد في قطار تزيد طبعا القطاع العقاري ينتعش، تحصل كل قطاع العقاري يستفيد، سواء كانوا قطاع التشييد أو سواء كان قطاع البيع والشراء أو سواء، فهي كلها تشتغل
لما يكون هناك في نبدأ من الأساس اللي هو مثل ما ذكرت أنه يكون في استقرار في الأسعار وانخفاض في الأسعار ومناسبة مناسبة للمستثمرين والملاك الذين يرغبون في بناء بيوتهم. سيد يوسف حمد السويدي الخبير والوسيط العقاري، نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات. شكرا لك. موضوع آخر مشاهدة الكرام، وقعت كل من قطر للطاقة وشركة إكسون موبيل اتفاقية تستحوذ قطر للطاقة بموجبها على حصة تبلغ 40% في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية. وبموجب بنود الاتفاقية التي ستخضع للموافقات الحكومية الرسمية المعتادة، ستحصل قطر للطاقة على حصة تبلغ 40% من اتفاقية الامتياز لمنطقتي القاهرة ومصري البحريتين، بينما ستحصل إكسون موبيل المشغل على الحصة المتبقية والبالغة 60%. وقال سعادة المهندس سعد بن شريد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن المشاركة في منطقتي الاستكشاف القاهرة ومصري البحريتين ستعزز من تواجد قطر للطاقة في جمهورية مصر العربية وتدعم البرنامج الطموح للاستكشاف الدولي. وأضاف سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة نتطلع إلى العمل مع شركتنا الاستراتيجية إكسون موبيل والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيغاز ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في هذه المنطقة الواعدة. يذكر أنه تم منح منطقتي القاهرة ومصري الاستكشافيتين لشركة إكسون موبيل في يناير من العام 23. وللمزيد من التفاصيل نشرك معنا من لندن الدكتور مصطفى البزركان مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة. صباح الخير دكتور. إذا هي إضافة جديدة لمحفظة استثمارات قطر للطاقة الخارجية وتعزيز أيضا لاستثماراتها في جمهورية مصر العربية، كيف ترى أهمية هذا الاستثمار الجديد والمشاركة مع إكسون موبيل؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام وصباح الخير. من الواضح أنه هذا المشروع مهم، ولكن دخول الاستثمارات القطرية وقطر للطاقة أعطاه يعني أهمية أكبر. لماذا؟ لأنه كما ذكرتم في تقريركم أنه هذا الامتياز حصلت عليه إكسون موبيل قبل أكثر من سنة وأربعة أشهر، بمعنى أنه الاستثمارات القطرية هي كانت مهمة لدعم بداية العمل في هذا المشروع. هذه نقطة. النقطة الثانية، هذا مشروع يعني استكشافي، هناك مشروعات أخرى أيضا إنتاجية دخلت فيها قطر للطاقة. هذا يدل على أن هناك هذه الخطة الاستراتيجية للتواجد القطري في عمليات الاستكشاف وعمليات إنتاج الغاز في كافة دول العالم. هذه نقطة لابد من ذكر نقطة أنه أساسية، وهي صحيح هذا المشروع هو في مصر، ولكنه يدل ويؤكد تواجد قطر للطاقة في أكبر أو أهم منطقة وهي شرق المتوسط للغاز. هذه نقطة أساسية ليست لهذه الفترة فقط، وإنما للاستراتيجية القادمة. لماذا؟ لأن هناك الغاز الفلسطيني، هناك الغاز اللبناني، مصر هي لديها أكبر محطة لتسييل الغاز في شرق المتوسط. هذا يدل على أنه هذه الاستراتيجية ستكون هي استراتيجية لدعم إنتاج الغاز في كل أنحاء العالم والتواجد القطري في هذه المشروعات.
نعم دكتور. طيب كيف تقيم اليوم خارطة الاستثمارات الخارجية لقطر للطاقة وأيضا تنوعها الجغرافي؟ الخارطة متميزة، وهناك استثمارات خارجية وهناك استثمارات داخلية. إحنا لما نكون استثمارات داخلية هي استثمارات خارجية في مشاريع الغاز في قطر، هذه نقطة. هناك أيضا استثمارات قطرية في مشروعات في يعني عدة دول من العالم، جنوب شرق آسيا هناك مشروعات، وعلى سبيل المثال هذا المشروع التي دخلت فيه قطر للطاقة، هذا يدل على أن هناك استراتيجية. قطر طبعا هي الدولة الأكبر المنتجة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في منطقة الخليج، ولكنها تطمح لتكون الدولة الأولى أو الثانية في العالم. هذه نقطة، ولذلك هناك برنامج لمضاعفة إنتاج الغاز المسال في قطر. هذه الخارطة هي خارطة متميزة. هناك نقطة إن سمحت لي، هذا التواجد القطري في هذا المشروع الخاص في الامتياز المصري وفي شرق المتوسط يضيف يعني عامل آخر، وهو عامل الاستقرار الجيوسياسي. حينما يكون تواجد وهناك مشروعات كبيرة وواسعة في هذه المناطق، أنا أعتقد على المستوى المتوسط والبعيد ستكون هي عامل استقرار للمنطقة، وبالتالي الاستثمار في هذه المشروعات. ما مدى حاجة قطاع الطاقة عالميا اليوم لضخ الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة التي تشير أحدث الدراسات إلى تراجع وتيرتها بشكل حاد عالميا خلال الفترة الحالية؟ صحيح، التراجع كان بسببين. السبب الأول كانت جائحة كورونا، هذه نقطة. كان هناك اندفاع غير محسوب للابتعاد عن الطاقة الأحفورية، النفط والغاز، ولكن أثبتت خلال الأشهر والسنتين الماضيتين أنه الوقود الأحفوري سيبقى في خارطة الوقود العالمي، هذه نقطة. النقطة الثانية، الغاز والغاز الطبيعي المسال هو يعني ما يتطلبه لحماية البيئة. لماذا؟ لأنه يطلق أقل من النفط ب30% غازات، وأيضا 45% من الفحم، بمعنى أنه هذه المرحلة الانتقالية التي قد تأخذ 40-45 عاما للانتقال من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة المتجددة، سيكون هو الغاز الوقود المرغوب في العالم. نعم، أيضا اليوم برأيك دكتور كيف تعزز هكذا استثمارات من الخبرات المتراكمة لقطر للطاقة، كونها اليوم ليست فقط منتج محلي بل تتواجد في أسواق مختلفة كشريك استثماري دولي موثوق أيضا؟ تعزز الخبرات المتراكمة لقطر، وأيضا تضيف الخبرات المتراكمة التي موجودة لدى قطر إلى هذه المشروعات وإلى هذه المشروعات الدولية. هذا من جانب. من جانب آخر، لا ننسى أنه تميز قطر بوجود يعني مشروعات لإنتاج الغاز سواء داخل قطر أو خارج قطر، وجود أسطول كبير لنقل الغاز المسال، أكثر من 70 ناقلة، هي منها 20% هي الأحدث في العالم والأكبر بالعالم. هناك أسواق أيضا متطورة لاستيراد المنتج القطري، وهناك أيضا مشروعات مشتركة ليس في مشروعات الطاقة في الداخل، ولكن لضمان أسواق على مدى 30-40 سنة القادمة. وأعود وأكرر أنه هذا المشروع الذي نتكلم عنه في مصر هو مشروع واعد. لماذا؟ لأن هناك حاجة أوروبية إن صح التعبير للغاز بعد انقطاع الغاز الروسي عبر الأنابيب. نعم دكتور، بالحديث عن قطاع الطاقة، وكيف تقيم اليوم مستويات الطلب على الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة، ومدى حاجة أيضا الأسواق للزيادة الكبيرة التي سيتم ضخها عبر توسعة إنتاج حقل الشمال؟ الحاجة إلى الغاز ستستمر بالارتفاع، وهناك تقارير موثقة أنه مع قدوم العام 2030 سيكون هناك قفزة في الطلب على الغاز تساوي 30%، في عام 2040 ستكون قفزة 50%، هذه تقارير موثقة لشركات دولية. هذا الذي يجعل أنه هناك حاجة لزيادة إنتاج الغاز والغاز الطبيعي المسال في مختلف دول العالم، وبالتالي سيكون التنافس واضح على الأسواق. وأعتقد أنه الخطة القطرية بدأت منذ سنوات وستأتي ثمارها خلال السنوات القادمة. لماذا؟ لأنه هذه الخطة لمضاعفة إنتاج
الغاز القطري إلى أكثر من 120 مليون طن سنوياً. هذا الذي يجعل أنه هذه الخطة بالتأكيد سيكون لها نجاح مستمر خلال السنوات القادمة. الدكتور مصطفى البزركان، مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة من لندن، نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات. شكرا لك. موضوع آخر مشاهدة الكرام، تم اليوم إطلاق تحالف بين جامعة قطر وخمس جامعات إفريقية بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية وجمعية الاعتماد الأكاديمي تحت مسمى تحالف كليات إدارة الأعمال في الجامعات في إفريقيا. ويعقب إطلاق التحالف توقيع اتفاقيات ما بين الجامعات وتنظيم دورتين تدريبيتين على مدار يومين تشرف عليهما جمعية الاعتماد الأكاديمي. ولتسليط الضوء أكثر على الموضوع ينضم إلينا من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر الدكتور آدم عوض الله، الأستاذ في نظم المعلومات في كلية الإدارة الاقتصاد والإدارة. صباح الخير دكتور، ما هي تفاصيل إطلاق هذا التحالف؟ صباح الخير، معك الدكتور آدم فضل الله. هذا انطلاق لمشروع يعني متميز صراحة وفريد، والفكرة هي تحسين مستوى وكفاءة التعليم تعليم الإدارة والأعمال تعليم الإدارة والأعمال في مع شركائنا من الجامعات الأفريقية الخمسة التي شاركت اليوم في هذا الافتتاح. دكتور، ما هي الأهداف المرجوة من إطلاق هذا التحالف؟ الهدف الرئيسي من إطلاق المشروع هذا هو كما ذكرت تحسين مستوى وكفاءة تعليم الإدارة والأعمال، وهذا يعني هذا الهدف له انعكاسات كبيرة على مجال الإدارة والأعمال وعلى مجال حتى القطاع الحكومي والقطاع الربحي وغير الربحي، لأن خريج الإدارة والأعمال يعمل في كل هذه المجالات. فعندما يعني نرفع من مستوى تعليم الإدارة والأعمال في هذه الجامعات نأمل أن ينعكس ذلك على كذلك المؤسسات التجارية والربحية وغير الربحية والحكومية، لأن يعني دور الإدارة دور مركزي صراحة في تحقيق أهداف الأعمال سواء كانت تجارية أو غير تجارية، ولذلك ركزنا على هذا الجانب. والمشروع مشروع فريد لأنه يجمع بين أطراف عديدة، أطراف لها أهداف نبيلة، يعني تلخيصها مثلا من جانب صندوق قطر للتنمية، يعني المساعدة في تطوير العلاقات والصداقات خاصة مع الدول الأفريقية، ومن جانب جامعة قطر هو خلق روابط وصلات مع جامعات هذه الدول الأفريقية، والطرف الثالث في هذا المشروع هو جمعية الاعتماد الأكاديمي لكليات الأعمال اللي هي أعرق وأقدم وأشهر جهة للاعتماد الأكاديمي في لكليات الأعمال، هي الـ AACSB International، وهم شركاء ويقدمون يعني ورش عمل وتدريب لهذه الجامعات.
وكما ذكرت المشروع فريد، لأنه عادة كثير من الأحيان يعني تتجه الأنظار إلى الشرق والغرب وهكذا، ولكن هذا المشروع يركز على قارة أفريقيا، وهي كما نعلم يعني قارة مهمة ولها أبعادها الاقتصادية والسياسية والعلمية، ولكن من جانبنا نحن نركز على كفاءة الجامعات وتبادل الخبرات واستفادتهم من خبراتنا نحن كذلك، ويعني خلق تبادل ثقافي وعلمي، ونأمل أن ينعكس ذلك على تحسين الخطط الاستراتيجية لهذه الكليات، كليات الإدارة والأعمال، وينعكس على تحسين مناهج هذه الكليات، وينعكس على تطوير وتوسيع إمكانياتها البحثية الأبحاث التي لها علاقة ببيئة هذه الجامعات. نعم. ليست أبحاث نظرية فقط. نعم دكتور، ما هو الأثر العلمي أيضا المتوقع من التحالف، لا سيما في التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي؟ نعم طبعا هذا من مرتكزات هذا المشروع. يعني مثلا واحد من جوانب المشروع هو استضافة أعضاء هيئة تدريسية من هذه الجامعات في جامعة قطر لفترة يعني محددة، مثلا سمستر كامل مدة 3-4 أشهر، على أساس أنه يأتوا هنا كل واحد عنده مشروع بحثي، ويعني تحصل له يعني توأمة مع فاكولتي ممبر هنا على أساس أنه يساعده، على أساس أنه في نهاية المشروع يكون عنده أبحاث لها علاقة بتطوير البلد التي أتى منها. وهذا هو انعكاس يعني علمي على كمان واقع هذه البلدان كلها، يعني لأنه الأبحاث مربوطة بواقع البلدان، مش أبحاث نظرية فقط. هذه واحدة. النقطة الثانية يعني عندما يعني نحسن مناهج العلمية لهذه الكليات ينعكس ذلك على جودة وكفاءة التعليم وخريج هذه الجامعات وارتفاع مستواه وأداؤه في المستقبل. فهذه كذلك يعني جانب آخر من الآثار العلمية لهذا التشارك والتحالف. نعم. نعم الدكتور آدم فضل الله، أستاذ نظم المعلومات في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة قطر، نشكرك جزيلا على هذه المعلومات. الآن مشاهدة الكرام نستعرض أداء البورصة القطرية، أسواق المال الخليجية والعالمية. بدايتنا مشاهدينا الكرام من المؤشرات الآسيوية، حيث عوضت الأسهم الآسيوية خسائرها السابقة بفضل تخطيط الصين لبدء بيع الدفعة الأولى من حزمة سندات جديدة طويلة الأجل بقيمة 1 تريليون يوان، هذا يعادل 138 مليار دولار، حيث تتوقع الأسواق أن تساعد أموال هذه السندات في دعم
الاقتصاد. كما نتابع إياكم نيكي 38199 نقطة، منخفض بواحد وحوالي 0.6%. هانكسينغ 18313 نقطة، منخفض بحوالي 1%. وكوسبي 2744 مع 14% ارتفاعات. بالنظر إلى الأسواق الأوروبية، مؤشر ستوكس يوروب 600 ارتفع وأغلق عند أغلاقات قياسية جديدة بعد أن حقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 3%. تزامن ذلك مع تسجيل مؤشرات فوتسي البريطاني، داكس الألماني، كاك الفرنسي أيضا، جميعها لإغلاقات قياسية جديدة تزامنا مع تزايد التوقعات بتوجه المركزي الأوروبي مبكرا نحو تخفيض أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل. داكس الألماني 18477 نقطة، لدينا فوتسي البريطاني 8358 نقطة مرتفع بنصف المئة أكثر حتى، كاك الفرنسي 8147 نقطة مرتفع بحوالي 1%. مؤشرات الأسهم الأمريكية قلصت مكاسبها خلال آخر تعاملات الأسبوع مع ارتفاع عوائد السندات عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت ارتفاع كبير في توقعات التضخم عند المستهلكين، لكن المؤشرات الثلاثة حققت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. كما نتابع الداو جونز في آخر إغلاقاته 38907 نقاط، S&P 500 5183 نقطة، والناسداك 16306 نقاط. أما الأسواق الخليجية فأغلقت معظم أسواق الأسهم في المنطقة على ارتفاع يوم أمس بفضل صعود أسعار النفط، في حين تراجع المؤشر السعودي على إثر ضعف أرباح بعض الشركات. السعودية 12217 نقطة منخفض بحوالي 16%. ارتفاعات في دبي 4185 نقطة، أبوظبي 9100 ونقطتين مرتفع أيضا ب 0.13%. أما سوق الكويتي الذي يسجل انخفاضات 7841 نقطة، البحرين 2025 مرتفع، مسقط 4780 نقطة. أما بورصة قطر سجلت مكاسب في نهاية أولى جلسات الأسبوع بدعم من أسهم قطاعي البنوك والصناعة، بينما يترقب المساهمون نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات مورغان ستانلي التي سيعلن عنها بعد غد. نتابع وإياكم افتتاحات الجلسة اليوم، 9661 نقطة، 0.18% ارتفاعات في المؤشر العام، نقترب من 87 مليون سهم يتم تداولها، قيمتها على أعتاب 120 مليون ريال مع تنفيذ 3771 صفقة. أما أداء القطاعي للسوق كما نتابع وإياكم، بضائع والخدمات الاستهلاكية 0.5% ارتفاعات، الصناعات 34% ارتفاعات، العقارات 0.3% ارتفاعات، البنوك تسجل أيضا 0.3% ارتفاعات. بالنسبة لباقي القطاعات، الاتصالات منخفض، النقل أيضا منخفض ب 65%، قطاع التأمين 2332 نقطة مع حوالي 17% انخفاضات. للمزيد من التفاصيل مشاهدي الكرام نشارك معنا السيد علاء الشيخ لمحلل الأسواق المالية. صباح الخير سيد علاء. وأيضا نشارك معنا من بورصة قطر السيد يوسف بوحليقة المحلل المالي. سيد يوسف أبدأ معك، برأيك إلى متى سيستمر المؤشر في التحرك العرضي قرب مستويات 9650 نقطة؟ متى يمكن أن نشهد ارتفاعات جيدة للمؤشر تدعم صعوده مرة أخرى لمستويات فوق 10,000 نقطة؟
أهلا وسهلا بكم وبمشاهدين الكرام. حقيقة بورصة قطر الآن تتعرض لنوع من الاستقرار ودخولها منطقة الخضراء أو بمعنى عرضي بدايتها. لاحظنا من الأسبوع الماضي خلال جلستين الماضيين وأمس كذلك واليوم بدينا بارتفاعات طفيفة. الكل هنا حذر حقيقة في دخول البورصة وحيث أن ينتهز هذه الفرصة بشراء كميات. طبعا بدتها بالأسهم ذات المضاربية أكثر منها الأسهم القيادية. نلاحظ الدخول بدت من الأسبوع الماضي في هذه الأسهم ومن ثم بدت في الدخول باستغلال هذه الأسهم كقيمة تجذب الأنظار وتدخل بكميات كبيرة بالملايين الأسهم داخلها. طبعا هذه المضاربية احنا نمر في فترة قبل الإعلانات النصف الأول أو بدخول له، فهذا يعني يستفيد منها المستثمر في بورصة قطر بالأخص الشركات المالية وكذلك الخليجية ومنها المستثمرين الكبار في استغلال هذه المبالغ في المضاربية بحيث أنها قد تعطي أرباحا أكثر من مستواها الفعلي أو بمعناها رأس مالها. إحنا بطبيعة الحال السيولة المكونة خصوصا الأحجام الكبيرة يعطي عائد جيد بالنسبة لتراكزها وشرها في فترة بسيطة خلال يوم أو يومين أو ثلاثة، فهذا ما لاحظناها. نلاحظ يعني الإقبال كبير جدا اليوم في السلام فرضا، وهذا ما أعطى بنسبة ارتفاعات 4% ودخولها قوي في ذلك. يعني هي عملية تغيير مراكز في الأسهم وبدخول قوي من المحافظ، وهذا ما يعزز البورصة ويحافظ على أدائها. في نفس الوقت نرى الأسهم القيادية محافظة وقد تكون انطلاقة دخول قوي من باب أول مضاربية في الأسهم الغير قيادية ومن ثم دخولها في الأسهم القيادية. طب بطبيعة الحال المحافظة على أسعارها في الوقت الحاضر الأسهم القيادية قد يكون لها باب قادم في ذلك، وإحنا يعني على في انتظار بعد بكرة إعلان عن يعني المؤشرات العالمية من ضمنها مورغان ستانلي إعلان عن تخفيف أو زيادة الأوزان بعض هذه الشركات، وهذا قد يستفاد منه. فإذا بورصة قطر في هذا الوقت نقدر نقول أنها محافظة أو في ارتفاع طفيف وانتظار في انطلاقة أكبر خلال الأسبوع القادم أو نهاية هذا الأسبوع بطبيعة الحال. نعم سيد علاء، متوسط قيم التداولات في السوق شهد تحسن نسبي خلال الأسبوع الماضي، هل مستويات السيولة الحالية هي القادرة على إعادة السوق مرة أخرى للمكاسب المطلوبة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحك مروان، صباح مشاهدي الكرام. مثل ما تفضلت حضرتك يمكن الأسبوع الماضي شفنا في تحسن في مستويات التداولات يمكن وصل إلى 30%، لكن يمكن لو نلاحظ أن جزء كبير من هذه التداولات قاعد تكون أو القيم التداولات هذه قاعد تكون سيولة مضاربية، قاعد تتركز أكثر على الأسهم المضاربية أكثر من هي الأسهم المرتبطة بالمؤشر العام. فشفنا يمكن سهم الطبية خلال الأسبوع الماضي يمكن شفنا ارتفاع بما يقارب 20%، أيضا شفنا يمكن صعود جيد أو أيضا حركة جيدة يمكن لسهم ودام اليوم، تحركات أيضا لسهم السلام، مجموعة من الأسهم يمكن اللي ذات الطابع المضاربي. فلذلك جزء كبير من هذه السيولة هي متركزة في الأسهم المضاربية، لذلك هذه السيولة يمكن ما نقدر احنا نصنفها على أن هي سيولة لبدء اتجاه جديد أو بدء اتجاه صعود جديد. المطلوب هو سيولة أو ازدياد في السيولة في الأسهم القيادية. يمكن حتى اللحظة مستويات الأسهم القيادية لازال نفس المستويات المعتادة، بحاجة أنه نستمر أعلى مستويات 500 مليون 600 مليون بشكل يومي ولشكل مستمر من أجل البناء على هذه قيم التداولات هذه لمزيد من الارتفاعات أو للتحرك من النطاق العرضي اللي احنا قاعد نتحرك فيه حاليا. حاليا احنا يمكن عند أقرب
نقطة للتداولات العرضية عند مستوى 9600 9700، هذا مستوى يمثل مستوى دعم، المفروض أن نشوف فيه ازدياد في أحجام التداولات بشكل أكبر كإشارة إلى بدء المستثمرين، سواء كانوا مستثمرين أجانب أو المستثمرين المحليين في بناء المراكز. شيء إضافي أعتقد أنه كان إيجابي خلال الأسبوع الماضي هو يمكن دخول المحافظ القطرية خلال الأسبوع الماضي، ارتفاع نسب تملكها خلال الأسبوع الماضي. يمكن الأسبوع الماضي محافظة أجنبية كانت يمكن على جانب البيع بشكل بسيط، لكن كمجمل عام لا زالت هي على جانب الشراء منذ بداية العام. نعم سيد يوسف، أسهم قطاع النقل تشهد أداء إيجابي، خاصة الناقلات، تحدث عن الملاحة، كيف تقيم اليوم الفرص الاستثمارية في هذا القطاع؟ اولا يعني بعد اعلان ناقلات والشريك الاصلي قطر للطاقه عن زياده عدد السفن واحجامها وبناء اسطول دولي كبير يمكن ان يزيد انتاج الطاقه النظيفه الى دول كبيره في حول العالم، هذا دليل واضح على ان هناك خطه مستقبليه لدوله قطر حتى تكون فيها هي مصدر التمويل لهذه البلدان بالأخص أوروبا وقارة آسيا. بطبيعة الحال حيعطي الناقلات الفرصة الأكبر حظا في العالم في نقل هذه الطاقة النظيفة وتمويلها في العالم، هذه ناحية. الناحية الثانية الناقلات يعني هي على مدى سنوات بعيدة جدا، لا ينظر لها 10 سنين، قد يكون بين 25 إلى 50 سنة أداها، فهذه يعني من الأمور المستثمرين ينظرون لها على المدى البعيد، وخصوصا أن هناك طلب في هذه النقل الأسهل وأقل تكلفة لهم في ذلك. فالناقلات يعني مستواها ننظر لها في السوق المحلي قد كسبت بعض يعني الأمور المالية وكسبت رأي المستثمرين في المدى البعيد. نلاحظ الأسبوع الماضي قفزت الحمد أسعارها وبدأت بالمحافظة عليها، واليوم بدأ الاستقرار أو بدأ عرضية بعد ما كسبت أسعارها من 3.70 ريالات إلى فوق 4 ريالات، هذا دليل واضح أن هناك استباقية لأسعار هذه الأسهم في السوق القطري، وقد نرى ارتفاع على المدى يعني القريب حتى أو المتوسط إلى أكثر من ذلك في الطلب عليها. وهنا أحب أضيف شيء، أن هناك عملية تجميع واضحة لأسهم الناقلات بالنسبة للمستثمرين المحليين والخارجيين للحفاظ عليها لتعطي المردود على المدى المتوسط أو البعيد في ذلك. فيعني ناقلات في رأيي هي المستقبل في الأسعار. نعم. نعم. توقعتك سيد علاء لمراجعة مورغان ستانلي، هل يمكن أن يكون لها دور في دعم المؤشر؟ يمكن أخوي مروان، إحنا دائما يمكن المراجعات تتعلق مورغان ستانلي أو فوتسي دائما ما يشهد تطبيقها يمكن ارتفاع مستويات السيولة، لكن يمكن لما ننظر للطريقة اللي تفكر فيها هذه المحافظ يمكن تنظر هي أول شيء للجانب السياسي في المنطقة، الجانب الاقتصادي في المنطقة. المنطقة حتى اللحظة يمكن مش في أفضل حالاتها من الناحية السياسية، لازال يمكن عدوان الكيان الصهيوني على 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 فلسطين لازال مستمر حتى اللحظة، لازال هناك توترات في منطقة البحر الأحمر. من ناحية السيولة يمكن حتى اللحظة يمكن مستويات السيولة ما قاعد ترتفع بشكل بالشكل المطلوب، لازال يمكن المؤشر العام يمكن يصير في منطقة عرضية. من الممكن أن يكون هنالك يمكن بعض زيادة الأوزان بالتحديد يمكن في قطاع النقل لزيادة التعرض إلى يمكن إنتاج قطر أو مشاريع قطر فيما يتعلق في الغاز، أو حتى يمكن في قطاع التأمين للحركة الإيجابية اللي شفناها خلال الفترة الماضية، لكن يمكن من الصعب جدا أن نشوف إدخال لشركات جديدة خلال المراجعات القادمة، يمكن سواء كان لمورغان ستانلي أو حتى يمكن لفوتسي. يمكن فوتسي يمكن أقل نسبة المخاطرة يمكن لديها أعلى، بالتالي ممكن نشوف فيها نسبة احتمالية أن نشوف فيها إضافة من قبلها لشركات يمكن يكون أكثر من مورغان ستانلي. سيد علاء الشيخ لمحلل الأسواق المالية، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول للسيد يوسف بوحليقة محلل المالي كان معنا من بورصة قطر.
مشاهدي الكرام، المزيد من الملفات الاقتصادية نتابعها مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام في جلسة الأعمال. تستمر فعاليات منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا التأمين، والذي يعقد تحت شعار تأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع التأمين بمشاركة أكثر من 100 متحدث و500 مشارك، بما في ذلك شركات التأمين الرائدة والشركات الناشئة والمستثمرين والمنظمين والخبراء. يناقش المنتدى أحدث الابتكارات والاتجاهات في مجال تكنولوجيا التأمين مثل الذكاء الاصطناعي والتأمين المصرفي، وكذلك فرص وتحديات تكنولوجيا التأمين. وللمزيد من التفاصيل حول منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التأمين تنضم إلينا الزميلة نادين البيطار من فندق بارك حياة مشارب. نادين صباح الخير، إليك التفاصيل. نعم صباح الخير مروان، من منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التأمين 2024 والذي يعقد هذا العام تحت شعار طبعا الذكاء، تأثير الذكاء الاصطناعي على تكنولوجيا التأمين، وطبعا لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه تكنولوجيا التأمين، وأيضا موضوع يعني الشركات المشاركة في هذا العام من خبراء ومستثمرين سيستعرضون أبرز النتائج والتحديات التي يمر بها قطاع التأمين، وتحديدا موضوع تأثير الذكاء الاصطناعي على هذه الشركات. ولكن لمزيد من التفاصيل حول هذا المنتدى يسعدنا أن نشرك معنا السيد سالم خلف المناعي، وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين. حياك الله معنا سيد سالم. في البداية لو تخبرنا عن هدف هذا المنتدى لهذا العام. أهلا وسهلا فيكم، نرحب بكم في منتدى صناعة التأمين. طبعا المنتدى يهدف إلى مناقشة تطوير قطاع التأمين من خلال إشراك الذكاء الصناعي، سواء من استخدام هذه الأدوات أو النظر إلى الاستثمار في هذه الشركات التي تقدم خدمات الذكاء الصناعي ومدى تأثيرها في قطاع التأمين من ناحية الجودة في خدمة العملاء، سواء من تسوية التعويضات والعمل على خلق منصة حاضنة لهذه الشركات وخلق الجسور ما بين شركات التأمين وهذه الشركات التكنولوجية التي تقدم هذه الحلول لصناعة التأمين. من أبرز طبعا المواضيع تأثير الذكاء الاصطناعي على تكنولوجيا قطاع التأمين، لو تخبرنا أكثر عن هذا المحور، وأيضا ما هي التحديات التي تواجه بشكل عام قطاع التأمين؟ طبعا لا شك أن اليوم الذكاء الصناعي أصبح من الأدوات الرئيسية التي نعيشها في حياتنا اليومية في جميع القطاعات، سواء في التأمين أو في قطاعات البنوك وفي جميع قطاعات الأعمال. التحديات التي قد تواجهها شركات التأمين هي سرعة مواكبة وتبني هذه التشريعات التي تحتاج إلى تطوير من الجهات الرقابية، سواء كذلك من خلق البيئة المناسبة في هذه المؤسسات والشركات التي تعتزم على تقديم الخدمات من خلال الذكاء الصناعي، العمل على تطوير الكوادر للقيام بهذه الاستخدامات. فأعتقد أنها هي مرحلة وقتية فقط، تحتاج العمل المتكاتف من جميع الجهات لخلق حلقة مترابطة من جميع الأطراف للوصول إلى أفضل النتائج. يعني هناك مشاركة ما شاء الله عشرات من الشركات التأمين وأيضا الخبراء والمستثمرين وغيرهم، كيف وجدتم الإقبال على هذا المنتدى لهذا العام، وممكن من أبرز المخرجات لهذا المنتدى؟ حقيقة احنا نشاهد أن هذه النسخة الثالثة لهذا المنتدى،
ابتدت الفعالية بمشاركة، في النسخة الأولى كانت تقريبا 100 شركة، ثم انتقلنا إلى 180 شركة من المشاركين. الآن تجاوزت الأعداد 300 شركة مشاركة من مجال التكنولوجيا ومجال صناعة التأمين في هذا المنتدى، ونرى تطور في العلاقات، تطور في التعاون المشترك بين هذه الشركات. فتعمل مجموعة قطر للتأمين لأن تكون الحاضنة الرئيسية وقيادة هذا التطور في المنطقة من خلال منتدى تكنولوجيا للتأمين. نشكرك السيد سالم خلف المناعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين على كل هذه المعلومات. نتمنى لكم التوفيق في يعني هذا المنتدى، واليوم هو اليوم ختامي لهذا المنتدى، منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لطبعا تكنولوجيا قطاع التأمين و2024 لهذا العام. كما ذكر السيد سالم النسخة الثالثة بمشاركة عدد كبير من الخبراء، جلسات حوارية كثيرة اليوم على طاولة هذا المنتدى، وطبعا أهمها وهو موضوع الذكاء الاصطناعي وتأثيره تحديدا على تكنولوجيا التأمين. نعم مروان، كل الشكر لك يا زميلة نادين البيطار على هذه المعلومات. الآن مشاهدي الكرام نعود بكم إلى فعاليات معرض ابن بيتك 2024 في نسخته الخامسة، والتي تعرض أحدث ما تم التوصل إليه في عالم بناء المنازل المبتكرة والمتطورة، فضلا عن استضافة أهم الخبراء والاستشاريين في هذا القطاع. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من مركز قطر الوطني للمؤتمرات الزميلة رانيا خنفر. صباح الخير رانيا، إليك التفاصيل. صباح الخير مروان، صباح الخير مشاهدينا الكرام. نعم، ينطلق اليوم معرض ابن بيتك 2024 بنسخته الخامسة، والذي يقام تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة. هذا المعرض الذي يعتبر حلقة وصل مهمة بين الشركات المتخصصة في المشاريع السكنية والمواطنين القطريين الذين يرغبون في بناء منازلهم أو تجديدها، حيث يقدم هذا المعرض مجموعة واسعة وكبيرة من الخيارات والخدمات. المعرض هذا العام وبهذه النسخة يقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات على مساحة كبيرة أكثر وأكبر من النسخة السابقة بنسبة 50%، من خلال 3 قاعات موجودة هنا في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وبمشاركة أكثر من 250 عارضا من مجموعة كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي ومن الدول العربية والخليجية. هذه الدول المشاركة عددها 10 دول، نذكر منها دولة الكويت والبحرين والإمارات وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وأيضا لبنان وتركيا وإيطاليا وكندا. هذه طبعا المشاركة الكبيرة، المساحة المتنوعة وأيضا التنوع الكبير في عدد العارضين، من شأنه طبعا أن يقدم للزوار وأن يقدم للعارضين تنوع كبير في الخدمات، تنوع كبير بالتأكيد من الخبرة
الخبرات وتنوع كبير أيضا من العروض والخدمات الذي يقدم أحدث الحلول والابتكارات المتطورة في هذا المجال، مجال البناء ومجال الخدمات والعقارات. ما يميز أيضا نسخة هذا العام من معرض ابني بيتك 2024 أنه يستضيف مسابقة طلاب التصميم الداخلي في جامعة فيرجينيا كومنولث، وهي الجامعة المتخصصة في فنون التصميم في دولة قطر، وبالتالي يتيح الفرصة للطلاب القطريين في دعم مواهبهم، مواهب التصميم والتصميم العقارات والبناء هنا في الدولة. أيضا نسخة هذا العام من معرض ابني بيتك يستضيف بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة يستضيف أسبوع الإسكاني الخليجي الثاني. هذا طبعا يساعد ويدعم موضوع دول مجلس التعاون الخليجي في موضوع الارتقاء بالمعايير العمرانية والعقارية الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي تبادل الخبرات والحوار في دول مجلس التعاون الخليجي، لأن هذا الأسبوع السكاني يستضيف ما يقارب 40 متحدثا في هذا المجال، وبالتالي التعاون والتواصل فيما بينهم وتبادل الخبرات والرؤى من خلال أيام هذا المعرض، وتعزيز قطاع البناء وإرساء الأسس اللازمة لبناء اقتصاد عمراني مستدام، وبالتالي يدعم الدولة في هذا المجال ويدعم أيضا رؤية قطر الوطنية 2030 في جميع الرؤى. اليوم كما ذكرنا ينطلق فعاليات هذا المعرض بعد تقريبا ساعتين من الآن، وستستمر فعاليات هذا المعرض حتى يوم الخميس 16 مايو لمدة 4 أيام من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء، وكلها كما ذكرنا تدفع في مجال وقطاع البناء إلى دفع عجلة النمو في هذا المجال، وبالتالي تسهيل عملية كما ذكرنا الحوار وتبادل الخبرات وتقديم مستوى عالي جدا من الخدمات ومن العروض المبتكرة والفعالة، وتعزيز وتمكين الشركات المحلية والأجنبية والعالمية من تبادل والوصول إلى الجمهور القطري والوصول إلى الشركات القطرية والمساهمة في النهضة العمرانية في دولة قطر. وسنعود لكم أيضا من خلال برنامج جلسة الأعمال بلقاءات على هامش هذا المعرض، معرض ابني بيتك 2024. إليك مروان. شكرا جزيلا لك يا زميلة رانيا خنفر. مشاهدي الكرام، نتابع معكم فقرات جلسة الأعمال، والآن مع هذه الجولة الإخبارية. اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل الثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة مع وفد من شركة يوتينغ الصينية المتخصصة في تصنيع الحافلات الكهربائية برئاسة السيد وانغ وينتاو رئيس الأعمال الدولية في الشركة. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون لإنشاء مصنع للحافلات الكهربائية في المناطق الحرة في دولة قطر. أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة البلدية عن بدء التسجيل في المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لعيد الأضحى المبارك. وقالت الوزارة في بيان أن التسجيل فتح يوم 9 مايو الجاري وسيستمر حتى 30 من الشهر ذاته، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على تشجيع ودعم مربي الثروة الحيوانية وأصحاب العزب من أجل زيادة الإنتاج المحلي من الأغنام وحماية البيئة التجارية والاقتصادية في الدولة، تحسباً لتغير الظروف والتقاء العرض بالطلب وخلق توازن بينهما، بما يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق وضمان حق المواطنين في الحصول على اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة.
أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية عن طرحها لبرنامج للقيادة مخصص لموظفيها، ويهدف إلى تعزيز المواهب الوطنية الناشئة من أصحاب الكفاءة وتهيئتهم لمناصب قيادية في المستقبل. وقالت المجموعة إن أحد العناصر الرئيسية لمشروع القادة يتمثل في تطوير المهارات والقدرات القيادية لدى المواهب الوطنية القادرة على تولي المناصب الإدارية العليا في مختلف الأقسام، مع طرح لحلول عملية للصعوبات التي يمكن مواجهتها في العمليات التشغيلية اليومية. وقعت هيئة مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس بصفته الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار في الجمهورية، وذلك لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وبموجب مذكرة التفاهم يتعاون الطرفان لتهيئة الظروف الداعمة لبناء مجتمع حيوي مشترك يجمع منظومتي التكنولوجيا المالية في البلدين، مع توفير الدعم لمبادرات التكنولوجيا المالية التابعة للبنوك وغيرها من المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم في قطر وموريشيوس. توقع تقرير صادر عن شركة بي دبليو سي الاستشارية العالمية أن تحقق موازنة قطر فائضا ماليا للسنة الرابعة على التوالي خلال هذا العام، رغم اعتماد الموازنة سعرا متحفظا يبلغ 60 دولارا للبرميل لبرميل النفط. ورصد التقرير تحسنا كبيرا في التصنيفات الائتمانية السيادية لدولة قطر إلى مستوى النخبة، كما أشار إلى 4 قطاعات مهمة متوقعا أن تقود رحلة التنويع الاقتصادية التي تخوضها الدولة، وهي الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية والسياحة والرياضة. موازنة قطر من المتوقع أن تحقق فائضا ماليا للسنة الرابعة على التوالي في عام 2024، رغم اعتمادها سعرا متحفظا يبلغ 60 دولارا لبرميل النفط، مقارنة مع متوسط السعر الفعلي البالغ 83 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من العام الجاري. ذاك ما كشف عنه تقرير صادر عن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز الاستشارية العالمية. التقرير رصد تحسنا كبيرا في التصنيفات الائتمانية السيادية للدولة إلى مستوى النخبة، حيث رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية تصنيف قطر من AA- إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية برفع تصنيف دولة قطر إلى AA2 وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة. يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع متوسط التضخم من مستوى 5% عام 2022 إلى مستوى 2.9% العام الماضي، ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار انخفاض معدلات التضخم في قطر إلى متوسط 2.3% العام الجاري. التقرير أوضح أيضاً أن هناك استدامة في الثقة بالنمو الاقتصادي الذي تحققه الدولة، ويرجع ذلك إلى استراتيجية التنويع التي تنتهجها والاستثمارات التي تهدف إلى تحويلها لتصبح اقتصاداً قائماً على المعرفة. ويشير التقرير إلى أن ذلك أدى إلى المزيد من الابتكار والقدرة على الصمود مالياً وسط التحديات التي تعصف بالعالم. وأضاف التقرير أن هناك 4 قطاعات مهمة تقود رحلة التنويع الاقتصادي التي تخوضها الدولة، وهي الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية والسياحة والرياضة، حيث تعزز كل من هذه القطاعات الميزة التنافسية التي تتمتع بها قطر إلى حد كبير على المستويين الإقليمي والعالمي. وسلط التقرير الضوء أيضا على 5 محفزات أساسية تدعم القطاعات الرئيسية 4 وتعتبر ضرورية لنجاحها، وتشمل إمكانية الوصول إلى رأس المال ومنظومة أعمال تنافسية وسياسات الحوكمة وأنظمتها وقوى عاملة ذات مهارات عالية والبناء على مرونة البنية التحتية المادية والرقمية. We'll be right back.
ومرة أخرى مشاهدينا الكرام نعود إلى مركز قطر الوطني للمؤتمرات مع الزميلة رانيا خنفر ولقاءات على هامش معرض ابني بيتك 2024 بنسخته الخامسة. إليك رانيا. نعم مروان، عدنا لكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى من داخل معرض ابني بيتك 2024 بنسخته الخامسة والذي سينطلق بعد قليل. ومعنا الآن السيد محمد علي المهندي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال من كهرماء. صباح الخير سيد محمد، وحدثنا عن مشاركة كهرماء لنسخة هذا العام. يا مرحبا فيكم هذه النسخة. طبعا كهرماء في هذه النسخة هي تعتبر نسخة الخامسة في المشاركة في ابني بيتك، طبعا بالمصادفة اللي هي مع أسبوع الإسكان الخليجي. مشاركة طبعا كهرماء في هذه النسخة يعني فيه إضافة هذه السنة عن السنوات السابقة، هي في الأساس هي تعنى بالاهتمام بالمشتركين وأيضا بالمتعاملين مع كهرماء في كيفية إيصال الخدمة سواء الكهرباء أو المياه بشكل عام. فراح يكون هنا فيه توضيح من خلال اللي هو البيت المستدام. لما نتكلم عن البيت المستدام طبعا فيه عدة أمور، من اللي هي الطاقة المتجددة، كيف استخدام الألواح الشمسية، كيف استخدام أيضا اللي هي نتكلم عنها اللي هي الشواحن الكهربائية، وأيضا ما هي الأخطاء الشائعة اللي ممكن تكون في البيت اللي الواحد اللي يعني راح يقدم على تصميم البناء أو إنشاء أي مبنى أو عقار جديد. إضافة إلى أن أيضا هذه النسخة راح يضاف عليها أيضا اللي هو راح نتكلم فيها عن الإطلاق اللي هي إطلاق الاستراتيجية الوطنية الطاقة المتجددة التي تمت في وقت سابق من هذه السنة. طبعا الطاقة المتجددة هي فيها عدة محاور، عدة قوانين تنظم هذه الطاقة المتجددة بتعاملها سواء مع المشتركين أو المتعاملين أو كانوا استشاريين أو مقاولين. فيها طبعا نفع اقتصادي ونفع بيئي للدولة ومتماشية مع رؤية قطر 2030. أيضا هذه النسخة فرصة أن يكون فيها أسبوع الخليجي. الأسبوع الخليجي طبعا متواجدين معنا من دول الخليج، وهذه فرصة سواء كانت دول الخليج كانوا أيضا متعاملين من شركات أيضا خارجية أو داخلية، فهذه فرصة أن احنا نبرز دور وأيضا تعاملات وخدمات كهرماء، وأيضا ما هي المواصفات والمقاييس سواء القطرية أو الخليجية وما أيضا تم اعتمادها في هذا الشأن. هذا هو سؤالي التالي سيد محمد، أهمية مشاركة دول خليجية وعربية وعالمية في هذا المعرض وتوسعة كبيرة، مشاركة أكثر من 250 عارض في هذا المعرض، ما أهمية ذلك بالنسبة لكهرماء وبالنسبة أيضا لدولة قطر؟ طبعا مثل ما قلت في السابق طبعا هي أهمية، أكيد أنها أهمية كبرى، وهذه فرصة أن احنا نتكلم عن مشاريع كهرماء، إنجازات كهرماء، أهداف كهرماء، وما هي يعني تطمح له كهرماء، وأيضا تستمر على هذا الطموح وهذا التميز من خلال الاستراتيجيات والخطط التي تضعها. طبعا اطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة هي لحد 2030، لها مثل ما ذكرنا عدة أمور اقتصادية وبيئية راح تخدم المجتمع القطري وأيضا راح تخدم الدولة وراح توفر أمور مالية واقتصادية للدولة، وأيضا راح تعطي فكر وطابع جديد كيف أن يكون المقاولين وأيضا المتعاملين مع هذه الطاقة، كيف عملية استخدامها أيضا في البيوت أو في العقارات، وما سوف يؤدي ذلك إلى توفير أيضا في سواء كان على المتعامل كمشترك من ناحية التوفير في الفواتير وأيضا أمور أخرى. أيضا في هذه النسخة إحنا عندنا أيضا ورش عمل، راح أيضا في لو في أي استفسارات أي إيضاحات راح تكون خلال ورش العمل اللي راح تكون على هامش هذا المؤتمر، فهي فرصة للحضور، يعني ندعو جميع سواء متواجدين الجمهور أن يحضرون يشوفون طبعا اللي هو جناح كهرماء وأيضا يشوفون اللي هو معرض ابني بيتك، لأن هذه فرصة فعلا أنهم يشوفوا القوانين اللوائح الإرشادات اللي هي ممكن تكون تخدم سواء المشتركين وأي قطاع أيضا ممكن يكون يتعاملون معه في مرحلة الإنشاء ومرحلة التصميم.
كل الشكر لك سيد محمد علي المهندي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بكهرباء، وكل التوفيق لكم في هذا المعرض، معرض ابني بيتك 2024 بنسخته الخامسة. إذن كما ذكرنا مشاهدينا الكرام، فإن هذا المعرض يعتبر حلقة وصل بين الشركات المتخصصة في مجال المشاريع السكنية والمواطنين القطريين الذين يرغبون في بناء منازلهم أو في تجديد المنازل وتجديدها، حيث يقدم كما ذكرنا المعرض مجموعة كبيرة من الخدمات ومجموعة كبيرة من المنتجات تحت سقف واحد. إليك مروان. كل الشكر لك الزميلة رانيا خنفر على هذه المعلومات. إلى هنا مشاهدي الكرام نصل وإياكم إلى ختام جلسة الأعمال، نشكر لحضراتكم طيبة متابعتكم، ودمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.